بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وللأبد أمين. هقرأ ويا حضراتكم الإصحاح الثالث من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، وده الإصحاح اللي بيتكلم عن اللسان والكلام. ده إصحاح مخصص في الكتاب المقدس بيتكلم عن أهمية الكلام وعضو اللسان في أجسادنا. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هوذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هوذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هوذا نار قليلة أي وقود تحرقه. فاللسان نار عالم الاسم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يزلل، وقد تزلل للطبع البشري، وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يزلله. هو شر لا يضبط، مملوء سما مميتا، به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين ماء واحدة العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونة أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مزعنة، مملوءة رحمة وأسمارا صالحة، عديمة الريب والرياء، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. ابتدينا من الأسبوع اللي فات ناخد تأملاتنا في سفر يشوع ابن صراخ، أو بيتسمى سفر حكمة يشوع ابن صراخ. وإن يشوع عاش في أورشليم، ويشوع ده كان تقريبا قبل الميلاد بحوالي 3 قرون، وعاش وكتب السفر بتاعه. هو أحد الأسفار القانونية التانية، والسفر 51 إصحاح، مكون من جزئين. الجزء الأول من إصحاح 1 لإصحاح 23، والتاني من 24 لغاية 50. الجزئين دول كل جزء بيبدأ بتمجيد للحكمة، حكمة الكلام. أكتر فعل بنستخدمه يوميا هو الكلام. الإنسان يا بيتكلم يا بيسمع يا بيقرأ يا بيكتب. دول الأربع أفعال الأكثر استخداما في كل يوم.
وبيقولوا الإنسان بيستخدم الحاجات دهية بمعدل يقرب من 8 ساعات كل يوم. يعني لو حسبنا الفترات اللي بتتكلم فيها وهي حد في التليفون في البيت بالعمل أو بتقرأ حاجة أو بتكتب حاجة أو بتسمع حد توصل لغاية حوالي 8 ساعات وأحيانا يبقى أكتر. فالإصحاح مكون من السفر مكون من جزئين، والإصحاح الأخير اللي هو رقم 51 هو عبارة عن نشيد وصلاة من أجل طلب الحكم. وقلت لكم الأسبوع اللي فات أن سفر يشوع بن سراخ بيتميز بصفة غريبة، أن هو فيه كلمة لا الناهية بتتكرر فيه أكثر من 150 مرة، وهو عبارة عن مجموعة من الوصايا التي تخص السلوك. وهو شبيه هذا السفر بالوصايا في الوصايا العشر: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشتهي، لا تشهد بالزور، إلى آخر هذه الوصايا بنفس التركيبة دي. فاللاناهية أو الوصايا المكتوبة فيه بتتكلم في موضوعات. كلمتك الأسبوع اللي فات على لا تكن قاسيا، وذكرت وياك مجموعة من الآيات اللي قالها يشوع ابن سراخ. النهاردة هتكلم وياك بمناسبة الكلام لا تكن صرصارا. الصرصرة اللي هو الكلام الكتير يعني. لا تكن صرصارا. والحقيقة الحتة دي بالذات يشوع ابن سراخ كتب عليها كلام كتير قوي، لأن زي ما قلت لكم فعل الكلام وما حوله هو أكتر فعل بنعمله كل يوم، أكتر حاجة بنستخدمها كل يوم. وموضوع الكلام الناس بيعتبروه سهل خالص، واحد يقول أي حاجة ويتكلم أي حاجة ويسمع أي حاجة ويشوف أي حاجة ويكتب أي حاجة ويقرأ أي حاجة، بيستسهلوا الموضوع. لكن الحقيقة يشوع ابن سراخ في حكمته بيقدم لنا 7 دروس عن طبيعة الكلام اللي ممكن نمارسه. كلامك يبقى شكله إيه؟ فبيحط لنا 7 دروس ممكن يستفيد منها كل إنسان في هذا الموضوع. لكن أنا قريت وياكم إصحاح 3 في رسالة معلمنا يعقوب الرسول اللي بيتكلم فيها عن اللسان، وبيقول أيضا بعض التعابير القوية جدا أرجوكم تاخدوا بالكم. يقول لك اللسان نار، نار، أرجوكم تستوعبوا الكلمة. وبعدين عالم الاسم، عالم يعني دنيا، والاسم اللي هو الخطية، يعني دنيا الخطية. تصور بقى دنيا الخطية. بعض الناس جمعوا خطايا اللسان اللي ممكن يرتكبها اللسان، لقوها أكتر أو حوالي 111 خطية اللسان يمكن أن يرتكب هذه الخطايا، برغم أن اللسان بالنسبة لأعضاء جسمنا صغير خالص خالص. وبيشبهه هنا باللجام اللي في فم الخيل الحصان. شوف الحصان بيبقى قد إيه واللجام قد إيه، أو السفينة الكبيرة والدفة. فالدفة حاجة صغيرة جدا بالنسبة لجسم السفينة الكبير. وبعد كده الحقيقة القديس يعقوب بيقول كلمة صعبة خالص، يقول هو شر لا يضبط. يا عشان كده في تاريخ الرهباني والتاريخ الدائري في آباء كتيرة عاشوا في تداريب الصمت، وفي أديرة في الغرب صامتة تماما، يعني الدير مسموح ان الرهبان فيه يتكلموا نص ساعة بس من 5 لـ5:30. طب بقية اليوم لو احتاج حاجة من حد بيكتبها في ورقة، لكن لا ينطق أبدا. وكلكم بتحبوا العبارة اللي قالها القديس أرسانيوس: كثيرا ما تكلمت وندمت، وأما عن صمتي. ده الراجل كان بيشتغل زي مدرس، يعني شغلته الكلام، ما هو معلم، معلم أولاد الملوك، فشغلته الكلام، يعني شغلته أنه يتكلم. لكن قال كده: كثيرا ما تكلمت وندمت. والكلمة اللي بتطلع ما بترجعش خالص، خلاص طلعت.
وأحيانا يقول لك اتكلم براحتك. هو كلام عليه جمرك، بيقولوا كده عليه جمرك، لا ما عليهوش. وهنا الخطورة يا إخوتي في أشدها، كلمة ممكن تكون خطيرة على الإنسان، كلمة واحدة. ويقول لك عبارة لطيفة قوي، يقول لك كلامك كالعطور أو كالصخور. كلامك اللي بتقوله، كلنا عارفين العطر، العطر حاجة حلوة، أو الصخور اللي تخبط في الإنسان. تعالوا نشوف الدروس السبعة اللي قالها لنا القديس يشوع ابن سيراخ في حكمته. أول درس بيقول لنا كده، لا تكسر الكلام دون داعي، ما تدشش، ما الصرصرة بقى، لا تكن صرصارة. فبيقول لنا عبارة جميلة قوي في إصحاح 7 عدد 15، لا تكسر الكلام في جماعة الشيوخ، ولا تكرر الألفاظ في صلاتك. ونفس العبارات ده هي اقتبسها السيد المسيح في العهد الجديد، يقول كده حينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. دي في متى 6-7 في العزة على الجبل. وطبعا لأن المسيح اقتبس من هذا السفر، يبقى معناه هذا السفر قانوني، لأن في بعض الناس اللي بيكتبوا في التاريخ يقولوا السفر ده غير قانوني، لكن يكفي هذا دلالة على قانونية السفر. لا تكسر الكلام دون داعي. مكالمة تليفون يبقى كلام محدود، بتكلم واحد يبقى الكلام على القد. أما كثرة الكلام الكتيرة ضروري الإنسان هيقع في خطأ، ولما يقع في خطأ ما يقدرش يرجع فيه. لا تكسر الكلام دون داعي، ده أول درس. الدرس الثاني بيقول لا تتسرع في الكلام، اتقل، مش كل حاجة ترد على طول أو تتكلم على طول. فيقول لنا في إصحاح 32، لا تطلق كلامك عند السماع، ولا تأتي بالحكمة في غير وقتها. حتى الحكمة استخدمها في الوقت بتاعها، استخدم ما هو مناسب، لأنك لو تسرعت في الكلام هتكون النتيجة أنك تغلط، وساعتها يبقى في ندم، والندم ما بيرجعش حاجة من اللي حصلت خالص. ده ممكن في البيت هو أو هي يتسرع بكلمة تجرح الآخر، ويفضل الجرح ده هو وقت طويل جدا. لا تتسرع في الكلام، خلي كلامك بحساب. من العادات الرديئة إن لما يجي حد يتكلم قدامك بتقاطعه وتتكلم أنت. يمكن بتشوفه في برامج التوك شو، البرامج اللي بيقعدوا يتكلموا فيها، واحد يتكلم والتاني بيتكلم في نفس الوقت، ويمكن المذيع قاعد يحجز ما بينهم وما احناش عارفين مين بيقول ايه. الشطارة ان الانسان يفهم اللي قدامه بيقول ايه. لا تتسرع في الكلام، لا تطلق كلامك عند السماع، خلي كلامك بحكمة، وحتى الحكمة استخدمها في وقتها، في وقت مناسب. يقول مرة تانية في نفس المجال ده، لا تمدح رجلا قبل أن يتكلم. يعني مش أي واحد يتمدح كده، ده هو لما يتكلم يبان كلامه إيه، هيئته إيه، تفكيره إيه، عقله إيه، مشاعره إيه. فلا تمدح رجلا قبل أن يتكلم، فإنه بهذا يمتحن الناس. عشان كده في الفلسفة اليونانية القديمة يقول لك إيه، تكلم حتى أراك. ولما اتقالت لبطرس لغتك تظهرك، طريقة كلامك ولهجتك بتقول عليك كده، تكلم حتى أراك. يعني مجرد الواحد يتكلم تبتدي أنت تكون في ذهنك من هو هذا الإنسان، كلامه موزون. أحيانا نقابل شاب صغير أو فتى صغير كلامه موزون، تقيل، حلو، وحين تقابل واحد كبير كلامه فاضي، وصفات أخرى بس ما أقدرش أقول فاضي. دي حاجة مهمة جدا، إن كيف يكون الإنسان حكيما في الكلمة اللي بيقولها، ولا يتسرع في الكلام. ده الدرس الثاني.
درس الثالث لا تكن نماما. عارفين النم؟ النم يقول كده: لا تدعى نماما ولا تختل بلسانك. يعني ايه النم؟ دايما ماشي مع المراوغة، واحد مش ماشي دغري، واحد كلامه متأسف في الكلمة عوج، واحد ما تقدرش تثق في كلامه وخلاص، وإن فقدت الثقة لا تبنى، مش ممكن ترجع، مش ممكن ترجع زي ما هي بالظبط. عشان كده النميمة أحد الأمراض، أمراض الكلام. النميمة إن الواحد ينم ويتكلم على شخص أو أشخاص ويفضل يتكلم ويقول كلام كتير خالص، وأحيانا الكلام يبقى مش مظبوط وفيه حاجات كاذبة، وأحيانا واحد ينم على واحد، واحد ينقل شتيمة واحد يقول له ده فلان شتمك وقال كذا وولع الدنيا، اللسان نار زي ما بيقول يعقوب، والمثل الشعبي المصري بيقول ما شتمك إلا اللي بلغك. يعني لما يجي واحد يقول للتاني أنا سمعت فلان بيشتمك، يبقى مين الشاتم هنا؟ هو اللي نقل. لا تكن نماما، لا تراوغ بالكلام، خلي كلامك دايما واضح، لسانك واضح، ابعد عن الخديعة والمراوغة. وأرجوك تاخد بالك إن الإنسان اللي بيعيش في الخطية دهية، خطية النم، لا يثق به أحد خالص، واللي بيعيش في خطية المراوغة وتلاقي كلامه كده مش عارف تمسكه منين، وتلاقي كلماته كلها أو إجاباته لو كان في أسئلة تقول لها إجابات ملهاش معنى، واحد عمال يهرب. مثل هذا الشخص لا يرضي الله. ونقول تاني زي ما بيقول هنا: اللسان هو شر لا يضبط، مملوء سما مميتا. النم هو سم في اللسان، النميمة، المراوغة، الخداع هي سموم موجودة في اللسان. احنا في اخر السنة، الشهر الاخير، الشهر الاخير يعني الواحد بيفكره بنهاية العمر، نهاية الحياة، انهي حياتك صح. عشان كده فكر كويس، لو هذه الضعفات موجودة عندك هي أو غيرها، ابتدي فكر كيف تتخلص منها. وهنا بيقدمها لك الوصية: لا تدع نماما. اوعى تكون فيك الصفة دي، ساعة ما يجي لسانك هينقل كلام مش مظبوط. برضو على رأي داود النبي يقول: ضع حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. ضع حافظا لفمي، ما تخليش كلمة تطلع مني مش مظبوطة، مش صح. ده داود النبي، داود اللي قال المزامير، اللي قال ان وجدت قلب داود حسب قلبي، اللي قال على نفسه انه صلاة. اذا كان هو بيقول كده احنا نعمل ايه؟ انتبه، انتبه لنفسك. احيان توجد عند الانسان رغبة شريرة انه يتكلم على الاخرين، ينقل كلام الاخرين، وهذا امر في غاية الخطورة. احيان الواحد يعمله وهو مش دريان، وهو مش دريان يتكلم، وبتلاقوا ناس اول ما قابل صاحبه يقول له ايه، هي زي الصحة، ايه الاخبار، هو كل واحد وكالة اخبار ولا ايه؟ انتبه لنفسك، لا تكن نماما. ده الدرس الثالث. الدرس الرابع بقى وهو أكثر شهرة: لا تكن كذابا. يقول كده: لا تفتر الكذب على أخيك، ولا تختلقه على صديقك، ولا تتبع أن تكذب بشيء، فإن تعود الكذب ليس للخير. تعود الكذب فإنه ليس للخير. الكذب واحد بيفتري على واحد، الافتراء دي خطية صعبة، وهي بمثابة تدخل تحت وصية لا تقتل.
لما واحد يفتري على واحد يفتري حتى لو كان هذا الافتراء بالكلام بس الكلام الكاذب كلام الكذب وما أكثره وما أكثره كل واحد بينقل أي كلمة وأي حاجة وأحيان يعتمد على السماع من غير ما يتأكد وأحيان يقول أي كلام علشان كده انتبه لموضوع الكذب لأنه من أكثر خطايا اللسان شهرة أظن كلكم فاكرين حنانيا وسفيرة وكيف كذبوا على الروح القدس وكيف ماتوا في التو والحال فرق ما بينهم ساعات قليلة عشان دخلوا في هذا الفخ والحاجة المهمة إن الكذب أو الكذبة لا يدخل ملكوت السماوات اسمع كده في سفر الرؤيا في إصحاح 21 الإصحاح قبل الأخير في الكتاب المقدس يقول كده عد على صوابع أما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني تمن فئات ليس لها نصيب في السماء الفئة رقم 8 جميع الكذبة وده في سفر الرؤية مش حاجة سهلة الواحد يكذب وده السبب ان السيد المسيح كان دايما يبتدي كلامه ويقول الحق الحق اقول لكم ان الكلام ياخد صورة الحق وصورة الصواب وليس صورة الكذب او صورة الخداع انتبه لان اللسان احيان ينسج الاكاذيب يمكن من التحديات اللي موجودة عندنا في مصر النهاردة الاشاعات الكتير اللي بتطلع وحتى الدولة عملت أجهزة مخصوصة عشان موضوع الشائعات وإزاي ترد عليها وإزاي تقدم الحقيقة لأن شائعات كتيرة ومرة قريت إحصائية إن في 3 شهور ظهر حوالي مش عارف 70,000 إشاعة رقم ضخم كلها تخص مجريات الحياة في مصر شيء خطير شيء خطير الإنسان يعيش في عالم الكذب شيء خطير ان الحياة يبقى فيه هذا الكم من الكذب انتبه زي ما بيتكلم يشوع ابن سراخ ان ما تكذبش على اخيك واخيك هنا مش اخويا اللي بالجسد اخي في الانسانية وعلى صديقك ولا تبتغي ان تكذب بشيء يعني ما تحطش في نيتك انك تكذب في الموضوع ده وعندنا مثل مصري جميل قوي بيقول الكذب ملوش ايه مش كده برضو مثل مصري معبر جدا الكذب ملوش رجلين تكذب النهاردة هتتغطى بكرة هتهرب من الموضوع بعده لكن بعده هيبان انتبه لنفسك في لا تكن كذابا لا تبتغي ان تكذب بشيء فإن تعود الكذب ليس للخير الدرس الخامس في اللسان لا تكن مهزارا يعني ايه يعني الشخص اللي دائم السخرية في طبعا انسان ممكن يبقى انسان مبتسم انسان ضحوك انسان لطيف المعشر واحد كلمته لطيفة كلمته يبقى فيها نوع من الطرافة ده كله كلام حلو لكن في واحد يشتغل ويعيش بالهزار والسخرية اسمع كده يقول لك كلام صعب شوي يقول لك لا تخاصم الفتيق اللسان هشرح لكم ولا تجمع على ناره حطبا ولا تمازح الناقص الأدب لألا يهين أسلافك هقولها تاني لا تخاصم الفتيق اللسان الفتيق اللي هو اللي بيجادل الشخص اللي بيقعد يجادل على طول على طول على طول ولا تجمع على ناره حطبا يعني ما تزودش النار تغيظه بكلام ما دام سخرت منه ولقيته كده ابتدى يتضايق تروح انت تسخر منه اكتر او تهزر منه او تقول له انا كنت بهزر وتجرحه بالكلام
ولا تمازح الناقص الأدب. واحد ناقص الأدب هتتكلم وياه ازاي؟ ولا تمازحه لألا يهين أسلافك. أسلافك يعني أجدادك، يعني لسانه زفر، لسانه وحش. وعلشان كده إن بيحذرنا هنا الحكيم من المجادلة مع كثير الهزار والسخرية. في ناس بالشكل ده، انتبه، لأن الكلام مع كثير الهزار والسخرية هيزود سخريته وهيزود مزاحه، وكأنك بتحط حطب على النار، وتكون النتيجة إنه لسانه يطلق ألفاظ حتى أنه يهين أسلافك، يهين أسرتك، يهين عيلتك، يهين جدودك. انتبه، انتبه، ما تكونش ناحية المزار. ممكن نقعد قعدة مريحة جدا، وممكن يبقى ما بيننا كلام لطيف جدا، وممكن كلام يثير الضحك اللطيف، الإنسان يحتاج إنه يكون كده، لكن ما توصلش للحد إن الشخص اللي تجده كده تبتدي بقى تهزر وياه وتسخر وياه، وتبتدي لسانك يمشي على لسانه وتقع في هذه الخطايا. الدرس الخامس: لا تكن مهزارا. الدرس السادس برضو من الخطايا اللسان المشهورة: لا تحلف، القسم، الحلف. يقول كده: لا تعود فاك الحلف، ولا تألف تسمية القدوس. أقولها تاني: لا تعود فاك، فاك يعني فمك، الحلف، خليش كده موضوع الحلفان ده في لسانك، ولا تألف تسمية القدوس. ما تقولش اسم الرب في كل موضوع، في كل حكاية، وتستخدمه استخدام خطأ، اللي هو الحلفان، اللي هو يمكن زي ما السيد المسيح قال لنا: أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. يعني كلام واضح، كلام دغري. من أهم الأمور في حياة الإنسان إن حديثه وحياته تبقى مستقيمة، مستقيمة. وإن كنا إحنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كلمة أرثوذكسية يعني مستقيمة، ده مش لقب أو ده شعار أو ده على العقيدة بس، ده إنسان ماشي صح. وبرضه في المثل البلدي المصري الجميل يقول لك إيه؟ امشي يحتر عدوك فيك، امشي عدل، امشي باستقامة. وانتوا كل يوم بتصلوا، وإلا يكون بتصلوا من شفايفكم بس، بتقولوا قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما. يعني إذا ما كنتش ماشي انت باستقامة هتضحك على ربنا بقى ولا ايه؟ لا تحلف. كان زمان القسم يبقى له ظروف يعني في العهد القديم، لكن هنا بيتكلم ويانا انك لا تكرر اسم الله القدوس دون داعي. في واحد كده في لسانه الحلفان على طول على طول، ويقولها على الصح وعلى الغلط. عشان كده بيقول له: لا تألف تسمية القدوس، تفضل تقول اسم الله باطلا. انتبه، لا تحلف. الدرس السابع والأخير اللي هو: لا تشتم. لا تشتم يعني لسانك ما يطلعش لفظ غير مناسب أو غير لائق. وهنا أنا مش بتكلم بس على الألفاظ القبيحة والبذيئة، لكن أحيانا شخص يطلع كلمات حادة، كلمة حادة. أنا حكيت لكم مرة على الأم اللي كان ابنها عمره 12 سنة وبيغني، ولد عمره 12 سنة وبيغني في أوضته، فقالت له: اسكت، انت صوتك عامل زي صوت حاجة بتمشي على أربعة. كويس؟ هي قالت كلمة دي: اسكت عشان صوتك عامل زي كذا. طبعا الصبيان في السن ده ال 12 ال 13 بيبقى صوتهم متغير، داخلين على سن المراهقة، شيء طبيعي. بس الأم وصفته الوصف ده، جات للولد ده عقدة نفسية انه يتكلم قدام حد، وفضل العقدة دي وياه سنين وسنين، وما تعالجش منها يمكن في نهاية الجامعة من كلمة قالتها الأم، كلمة واحدة. انتبه، لأن ممكن الكلمة اللي تقولها حتى لو ما كانتش شتيمة باينة أنها شتيمة يعني، لكن ممكن تكون جارحة. يقولوا كده: الكلام كالرصاص،
يعني ممكن الكلمة اللي يقولها ده ممكن مقالة تعمل اضطراب في وسط المجتمع، مقالة، كلمة، صورة، حكاية. لا تشتم، يقول كده لا تعود فاك فحش الكلام، الكلام الوحش يعني، فإن ذلك لا يخلو من خطية. لا تعود فاك فحش الكلام لأن ذلك لا يخلو من خطية، ده في صح 23. وده نفس الكلام اللي قاله القديس بولس الرسول، لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي النامع السامعين لكي يعطي نعمة للسامعين. خلي كلامك خالي، خلي كلامك نقي، كلامك حلو، كلامك يشجع، كلامك يبسط اللي قدامك، مش بالخداع، بالحقيقة. ازاي تخلي الكلمة بتاعتك تبني اللي قدامك، تفيده، تساعده، تسنده، تشجعه. حكيت لكم المرة اللي فاتت على الكلمة اللي قالها ألقانة لحنة لما هي بتبكي بكاء مر عشان ربنا ما عطاهاش أبناء وعطى ضرتها أبناء، يقوم هو زوجها يروح لغاية عندها ولا بتبكي ليه، ويطبطب عليها ويقول لها أما أنا خير لك من 10 بنين. إيه الزوج الرائع ده؟ إيه الزوج الحنين ده؟ إيه الكلمات اللي زي العسل دي؟ أحيانا نوصف إنسان نقول له أنت كلامك بينقط، مش كده؟ بينقط سكر كلامه، كلمة حلوة. وفي واحد تاني بقى كلامه مش عايز أقول، كلام بقى كلام ده الدبش ده حاجة كويسة يعني حاجة مرحوم، ده في حاجات أصعب من الدبش. كلامك إيه؟ إحنا في نهاية السنة، راجع نفسك، راجع حياتك، وإلا سوف كيف تقابل الله وفيك هذه الخطايا؟ واحد شتام وحلاف ومهزار وكذاب ونمام ومتسرع في الكلام وبيتكلم على الفاضي وعلى المليان، ازاي تقابل ربنا بشكل ده؟ راجع نفسك، راجع حياتك، ولا تكن ثرثارا. وطبعا لو توفر وياك سفر يشوع ابتدي اقرا فيه، هتلاقي كلمات الحكمه وايات الحكمه اللي بتبتدي بلا كثيره جدا زي ما قلت في اول الكلام، اكثر من 150 ايه بهذه الصوره. لا تكن ثرثارا، ضمها مع الأسبوع اللي فات لا تكن قاسيا، وهو بيقدم لنا صورة الإنسان يراجع بها نفسه وتكون حياته حياة ناجحة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. آمين.